السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. نخصص هذه الحلقه للحديث عن التحركات الدوليه في الملف اليمني وابعاد التوتر الحاصل بين الشرعيه والامم المتحده. إذن مشاهدينا، أعلنت الأمم المتحدة أن مساعدة أمينها العام للشؤون السياسية روزماري دي كارلوس ستتوجه إلى الرياض لبحث الوضع في اليمن. وتأتي زيارة دي كارلو إلى الرياض بعد اتهام الرئيس هذه المبعوثة الأممي مارتن جريفيث بالانحياز لميليشيات الحوثي. هذا ويبدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة إلى بلدان عربية من أجل إجراء مباحثات يتصدرها الملف اليمني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أدبار إن ماس سيزور أبوظبي وعددا من دول الإقليم لإجراء محادثات تتناول عدة موضوعات من بينها الملف اليمني. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يتجه المسار السياسي بعد التوتر المتصاعد بين الأمم المتحدة والحكومة؟ وهل ستظل الأمم المتحدة تتعامل بنفس الكيفية مع الملف اليمني رغم الاعتراضات المقدمة من الشرعية اليمنية؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. محاولات دولية جديدة لإعادة مسار العملية السياسية في اليمن، هكذا تعود التحركات الدولية بعد تزايد انتقادات الحكومة الشرعية لأداء المبعوث الأممي جريفيث ومواقفه التي وصفت بالراضخة لإرادة الحوثيين فيما يخص تنفيذ اتفاق ستوكهولم. الحكومة وفي وقت سابق جمدت تواصلها مع المبعوث الأممي جريفيث في أعقاب رسالة شديدة اللهجة بعثها الرئيس هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش، يشكو فيها تعاطي المبعوث مع الملف اليمني وانحيازه لميليشيا الحوثي، فيما وعد غوتيريش في رده على الرسالة بالعمل على تغيير النهج الأممي وطريقة عمله في اليمن. الأمم المتحدة وفي تحركها الجديد بعد توتر علاقتها مع الحكومة أعلنت أن مساعدة أمينها العام للشؤون السياسية روزماري ستتوجه إلى الرياض لبحث الوضع في اليمن. وقالت الأمم المتحدة إن روزماري ستلتقي خلال زيارتها مسؤولين سعوديين ويمنيين لمناقشة قضايا السلم والأمن الإقليميين. في الجهة الأخرى من التحركات، يبدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة إلى بلدان عربية من أجل إجراء مباحثات تتناول عدة موضوعات يتصدرها الملف اليمني. مراقبون حذروا من استمرار حالة لا حل التي عطلت المسارين السياسي والعسكري، فاتحة الأبواب أمام الحلول الدولية غير الجذرية التي لا تراعي خلفيات الصراع اليمني وجذوره وأبعاده السياسية والتاريخية. حالة من التوتر والالتباس إذن في العلاقة بين الشرعية والأمم المتحدة، وهي إشكالية أثرت على مسار الحل السياسي وهمشت الطموحات المجتمعية المطالبة بإنهاء الحرب وإيجاد طريق واضح يحقق السلام. إذا نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من العاصمة البحرينية المنامة الكاتبة والباحثة السياسية سيدة ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيدة ميساء. يعني توتر في العلاقة بين الشرعية والأمم المتحدة، ما هو تأثير ذلك على ملف الحل في اليمن؟ أتصور تغيير المبعوث الأممي طبعا، لكن أتصور أن هذه الزيارة الهدف منها هذه الزيارة الأممية أقرب الهدف منها في أنها تخفيف الفجوة أو الجفاء الذي حدث ما بين هادي ومارتن جريفيث، لأنه طبعا الأمم المتحدة أنها تبعث مندوب، يعني تبعث شخص ثالث رابع. يعني هذا لو مارتن جريفيث انتهت مهمته فيأتي مبعوث رابع عملية صعبة جدا، يعني حتى لم تحدث في الملف السوري أو الليبي، وهي عملية هذا معناه كأنه بيأتي الأمم المتحدة بتأتي انطباع أن هذا الملف متعثر وفاشل تماما، فبالتالي أيضا أي مبعوث أممي يعرض عليه هذا الملف أو أي شخص يعرض عليه الملف اليمني أنه يتولى مبعوث أممي سيرفضه، لأنه حيكون موقف صعب بالنسبة للأمم المتحدة أنها يعني ما تنقرفت الآن. فأعتقد أنه الهدف هو تشكيل الفجوة يعني بين ما تنقرفت والرئيس هادي، في مقترح على قوات دولية تراقب هي اللي تكون
تقوم بدور حراسة الميناء والإشراف على الميناء الحديدة، لكن تظل أيضا الإشكاليات الأخرى التي هي الإشراف على المدينة أيضا، لأن إحنا إذا كنا هذا المشكلة إشكالية كلها حول الخطوة الأولى، فهناك خطوات أكثر تعقيد مثل خطوة تولي مهام الإشراف على المدينة وحمايتها، وهذه مسألة أكثر تعقيد من مسألة الميناء. المدينة أكثر صعوبة من هو سيدة ميساء. أيضا في بعيدا عن أيضا موضوع الحديدة على وجه التحديد، يعني هو تعامل الأمم المتحدة ومبعوثيها خلال الفترات الماضية ربما يعني هو ما أوصل الوضع لأن يقوم الرئيس هادي بتوجيه خطاب للأمم المتحدة، لأنه يعني لوحظ خلال فترات بأن ما تقوم به الأمم المتحدة ليس بالمنصف بكونها تساوي ما بين انقلابي وما بين حكومة شرعية معترف بها دوليا، وبالتالي يعني تغيير أي مبعوث أممي لن يغير في الأمر طالما والأمم المتحدة بنفسها هي من تتبنى هذا التوجه. إذا كانت الحكومة قبلت العمل الأممي، الإشراف الأممي، التفاوض الأممي، الوساطة الأممية، وهم الذين سعوا لإدخال اليمن في البند السابق في الفصل السابق، وهم الذين سعوا للتدخل الأممي، وهم الذين متحمسين للتدخل الأممي، فعليهم أن يدركوا أن هذه هي طبيعة التدخل الأممي. التدخل الأممي أولا يحرص جدا على أنه يتعامل مع الطرفين بغض النظر من المعتدى ومن المعتدى عليه بشكل فوري. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه أي تدخل خارجي ولا يمتلك تغيير الوضع داخليا، الوضع داخليا لصالح الحوثيين، فما تنجرفت يسعى أي إنجاز شخصي، هذا شيء طبيعي لأي حد مكانه. فالإنجاز الشخصي هو تغاضى عن التحايل الحوثي بهدف السعي لتحقيق إنجاز شخصي لنفسه. في النهاية المبعوث الأممي هو أسير للأمر الواقع، هو لن يتحدث عن عالم افتراضي، عن ما هو ينبغي أن يكون، هو بيحاول أنه يأتي حل لما هو حاصل ضمن ما هو المعطيات الواقعية الحاصلة حاليا. المعطيات الواقعية أنه هناك حكومة ضعيفة وهناك طرف عسكريا لا يزال قوي متماسك سياسيا الذي هو طرف الحوثي، بينما لديه حكومة ضعيفة وتحالف منقسم. فبالتالي هو هذه المعطيات، هو ليست هي مسألة التمنيات، هي مسألة بالواقع، ما هو واقع الأمر. الأمم المتحدة ليست ملزمة بقرار 2216 الذي هو غير قابل للتطبيق إلا لو حصلت هزيمة عسكرية مطلقة للحوثي، وهذا حاليا غير وارد، وهو واضح أنه غير وارد وغير ممكن. فبالتالي هو لن يمني نفسه المبعوث الأممي ولن ينتظر 20 سنة 30 سنة حتى يضاف الحوثي، هو أمامه أمر واقع ويتعامل على أساس الواقع هذا. نعم، إذن تكرمي بالبقاء معنا سيدة ميساء شجاع الدين، وسنرحب بضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن، سينضم إلينا الصحفي أحمد شوقي. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور أخي. أهلا بك سيد أحمد، يعني كيف تنظر إلى طبيعة المسار السياسي بعد توتر العلاقة بين المبعوث الأممي والشرعية؟ طبعا هو يعني من خلال قراءة المتواضعة المتعلقة يعني بشخصية المبعوث الأممي بيشت، ويعني بيئته أو انتمائه يعني جنسيته كبريطاني، اعتقد ان هناك يعني فارق اضيف في مرحلته، وهو انه يعني طبيعه النظام الذي يعني في بريطانيا الذي هو يعني ينتمي اليه يحمل نفس النوازع الطبقيه الموجوده عند الحوثي، نفس النوازع ان القوه فوق القانون مثلا، ان الامر الواقع هو يعني ما نستطيع فعله وما نستطيع ان نفرضه هو ما سوف يكون، يعني مثل هذه النزعات يعني موجودة هي في التركيبة الثقافية بحيث منشأ جريفيث. لكن المسألة الأهم هي أنه أيضا كما تفضلت السيدة ميساء أن العالم كله يتعامل مع الأمر الواقع، من هو الذي قادر على أن ينظم نفسه، من هي القوة المتماسكة التي لديها موحدة ولديها سيطرة وهي قادرة على أن تفرض يعني حضورها وسلطتها على الأرض التي قادرة على أن تؤمن المناطق التي تحت سيطرتها.
إذا كانت الحكومة الشرعية بعد 4 سنوات اتضح أنها عبارة عن تحالف هش لقوى متنافرة أصلاً وغير منسجمة مع بعضها البعض، وأن الاعتراف بسلطة الحكومة الشرعية هو اعتراف ناقص، اعتراف يعني غير حقيقي غير صادق، كما أن دور الحكومة الشرعية نفسه دور هزيل جداً. نحن كونا يعني عشرات وربما المئات من العاطلين في الخارج سواء في القاهرة أو في الرياض أو في دول أخرى وأسميناهم حكومة شرعية. هؤلاء لا أحد منهم مثلا باستثناء رئيس الوزراء الآن حاليا وبعض المسؤولين يعني من يعني في الوزارات وكذا، لا أحد من خلاف الموجودين هؤلاء أو من الموجودين في الخارج مستعد لأن يعود إلى الداخل ويمارس صلاحياته. لا أحد تحمل مسؤولياته مثلا الوظيفية والواجبات المهنية. لا أحد مثلا حاول أن يلزم مثلا القوى المختلفة الديارات المتنازعة داخل الحكومة الشرعية مثلا تدور على الوعي العسكرية بالانضباط وبأن تكون داخل كتلة مثلا متماسكة، كتلة واحدة تخضع لقرار قيادي واحد. الرئيس نفسه هذا الرئيس يعني الذي يفترض أنه يقود حرب لا يعني لم نسمع فيه في التاريخ ولم نسمع فيه عبر التاريخ أن هناك قائد أو رئيس يقود حرب وطنية وهو مقيم في الخارج ل4 سنوات. هذا غير معقول. لا يوجد قائد عسكري قائد حتى سياسي يقود حربه هو بعيد عن أرض المعركة. لكن سيد أحمد هنا نقطة مهمة يعني أنت أشرت إليها في بداية الحديث بأن المبعوث الأممي هو من يعني يوجه تعامل الأمم المتحدة مع ملف الأزمة اليمنية، بمعنى نفهم منك بأنه يعني كل مبعوث أممي يتولى هذه المهمة هو من يعمل على توجيه تعامل الأمم المتحدة أو سياسة الأمم المتحدة في التعامل مع أي ملف، أم أن يعني هو فقط يعتبر منفذ لما تريده الأمم المتحدة؟ يعني طبعا هو انا لست خبيرا بهذا الشان وهي المساله اعتقد انها تتفاوت من وجهه نظري، لكن ما انا يعني ما اردت ان اقوله هو انه النظام البريطاني او تاريخه اصلا هو يعني نظام قائم على مساله الطبقيه وعلى مساله يعني سياده النوع حتى الثقافه يعني فيما كان فيما مضى يعني كانت تقوم على هذا العنصر، وبالتالي الجريفيس ليس لديه نفس الحساسيه التي موجوده مثلا لدينا نحن من الطابع او النزعه الطبقيه العنصريه السلاليه او النسق يعني الاقصائي الموجود لدى الحوثي، لانه في النهايه تركيبه المنظومه التي نشا فيها والتي عمل معها وتاريخها قائمه على هذا النوع من السياده. نحن نعرف مثلا ان بريطانيا على سبيل المثال هناك يعني قوه يعني او حظوه للانجليز عبر التاريخ، ربما يعني مؤخرا مع سياده القيم الديمقراطيه والليبراليه يعني لم تعد كما كانت، لكن هناك يعني قصد السياده على الشعوب الاخرى المجاوره، وبالتالي هناك تفاهم لهذه المساله عند الحوثي يعني من قبل جريفيث للحوثي يعني. لكن القضيه الرئيسيه هو ان الامم المتحده دائما عبر المرحله الماضيه كانت تتعامل ايضا مع الطرف الذي يستطيع ان يسلط السلطه على الارض والطرف الذي يستطيع ان يؤمن هذه المنطقه، ان يعني يحافظ على الامن او داخل في باب المندب مثلا في العموم اليمن يعني بحيث ان لا تشكل خطرا على دول الجوار وعلى ايضا ممر التجاره البحريه. ما دامت الحكومه الشرعيه هشه وغير قادره على ان تحفظ الامن في نطاق سيطرتها فهي حكومه غير قابله غير كفؤه للتعامل. نعم جميل، ساعود اليك سيد احمد وسنكمل الكثير من النقاط، ولكن ساذهب الان لضيفتنا السيدة ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء، تقول الحكومة والرئيس هادي يقولون أن المبعوث الأممي ينحاز لجماعة الحوثي، هل يعني ذلك أننا مقبلين على يعني مشروع تغيير للمبعوث الأممي مع هذا الاعتراض؟ ما أعتقد، مثل ما قلت لك هذا عملية صعبة جدا، أنت تتكلم على رابع مبعوث أممي إذا تغير هذا المبعوث، هذه مسألة صعبة جدا أن الأمم المتحدة يمسك ملف ويتعاقب عليه 4 مبعوثين ومبعوث يتم يعني يتم عزله في خلال أقل من سنة من مهمته. هذا أولا يسيء للأمم المتحدة، يعني الأمم المتحدة نفسها يهمها الحفاظ على صورتها، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى أن أنت تسلم الملف اليمني لمبعوث آخر تقترح عليه يعني شخص آخر تقول تعال تسلم هذا الملف بعد مارتن جريفيث بعد ما تم تنحية مارتن جريفيث بأقل من سنة، هذه مسألة صعبة لن يقبلها أي أحد لأنه سيخشى على تاريخه على يعني مساره المهني، فإنه هذا ملف فاشل وملف معقد، فأنا لن أسيء لنفسي بأنني أتولى، فالعملية ليست بالبساطة اللي الناس يتصوروها.
يعني نعم. فحتى مثلا لما يتكلموا بالمقارنة عما حصل في الصومال، الصومال لم يأتي من البديل بعد ما تم عزله. فبالتالي نعم. إذا كانت الحكومة مستغنية عن التدخل الأممي، وهذا أمر نستبعده تماما، لأن هذه حكومة مهووسة جدا بفكرة أن التدخل الخارجي سيعطيها ما فشلت أنها تفعله بيدها أو بقدرتها الداخلية، وهذا أمر غير ممكن أصلا، لكنهم نعم. مؤمنين بذلك. مشكلتهم هم يعني، لكن عبد الرب منصور هذه منذ البداية لديه تعويل مبالغ فيه على التدخل الخارجي، مبالغ فيه على التدخل الأممي. هو دائما فخور جدا بالتدخلات الأممية، الدعم الأممي، ولا يدرك أن الأهمية الحقيقية له هي الشرعية الداخلية وهي وجودها بالداخل وليس الخارج. لكن هذه طبيعة عقلية عبد الرب منصور، فما أعتقدش أنه مستغني عن التدخل الأممي. فبالتالي أتصور أن المبعوث الأممي سيبقى، كل ما في الأمر أنهم سيحاولوا تخفيف الفجوة ما بينهم وبين مارتن جريفيث، ويحاولوا أنهم يتجاوزوا هذه المشكلة بإعطاء نعم. حلول بديلة أو شيء من هذا القبيل. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيدة ميساء شجاع الدين، الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معنا من المنامة. وأرحب بضيفنا من لندن، سينضم إلينا الدكتور محمد جميح. دكتور مساء الخير. مساء النور، أهلا بك دكتور. يعني هل يمكن الحكم على اتفاق ستوكهولم بالفشل؟ طبعا يعني الأمور واضحة، يعني لا يحتاج، أنا أعتقد أن إعادة طرح هذا السؤال هو من قبيل الطرف الإعلامي. يعني الاتفاق وولد فاشلا كما أجمع المراقبون. الأمس زار القائم بأعمال محافظ الحديدة من قبل ميليشيات الحوثي القحين، زار خفر السواحل بمينائي الصليف ورأس عيسى حسب الخبر الذي نشرته وكالة سبأ التابعة للحوثيين. وعندما وصل إلى هناك استقبله خفر السواحل الذين يفترض أن الحوثيين سلموا لهم المينائين، استقبله بالصرخة الحوثية، بما يؤكد على أن هؤلاء هم عناصر الحوثيين. نسوا في هذه اللحظة أنهم أو أن الحوثيين قالوا بأنهم قد انسحبوا، ولكن يأبى الله إلا أن يفضح الكاذبين. طيب دكتور، أين هي الأمم المتحدة من ذلك؟ هذا المسؤول أمام عدسات التلفزة، يعني قالوا هم الحوثيون أنفسهم. نعم، لكن دكتور أين هي الأمم المتحدة مما يحدث؟ عزيزي لابد أن نضع نقاط على الحروف. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أعطى للتحالف العربي والحكومة الشرعية أكثر من 4 سنوات. إذا لم تنجز المهمة خلال هذه السنوات الأربع، فلماذا نظل نسأل أين هي الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة بعض المواقف التي تتخذها الآن، أنا في تصوري أنها تتخذها ربما يأسا من موقف الحكومة الشرعية. يعني لا أحد يستطيع أن يمنعك كحكومة شرعية من دخول نعم. يبدو أن الاتصال بدكتور محمد جميح قد فقد. سنعود لضيفنا أحمد شوقي ريثما يتم التواصل من جديد بدكتور جميح. سيد أحمد، يعني هل تعتقد أنه أصبح من الضرورة تغيير المبعوث الأممي أم تغيير طبيعة عمل الأمم المتحدة في الملف اليمني؟ أرى من الضرورة تغيير الحكومة الشرعية والرئيس نفسه، لأنه خلال السنوات هذه كانت لدينا تجربة مخيبة للآمال مع الرئيس عبد الرب منصور هادي بسبب فشله الداخلي والخارجي. لدينا رئيس كسول، رئيس غير كفء، رئيس لا يقوم بواجباته والتزاماته كما يجب. إذا كانت الحكومة الشرعية قادرة على أن تحسم المعركة ميدانيا، فما الذي سيوقفها؟ لديها القرار في 2019، ولديها يعني دعم دول التحالف العربي، ومهما كان كانت الأقاويل والادعاءات أو حتى لو نقول الإدانة التي تصدر بحق التحالف العربي فيما يخص تدخله بالشأن اليمني، فلن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا إذا كان لدينا رئيس جمهورية كفء وقادر على القيام بمهامه وملتزم بشعبه كما يجب. الرئيس عبد الرب منصور هادي يعتقد أن حسم المعركة سيتم بجرة قلم، وسيتم بسبب يعني احتفاظه بموقفه. مثلا إذا كانت الأمم المتحدة تريد أن تمرر صفقة معينة، فعلى الرئيس هادي أن يقول لا يعرف بأن الجميع باتوا متضررين منه في الداخل والخارج،
والإقليم والمجتمع الدولي باتوا منزعجين من الرئيس هادي، وسيحيكون أي خطة أو طريقة لتغييره أو استبداله بأي شخص آخر إذا لزم الأمر. لكن سيد أحمد، يعني ما هي أخطاء الرئيس هادي أو نعم سيد أحمد ما هي أخطاء الرئيس هادي أو الشرعية في ما يتعلق بالتعامل مع الأمم المتحدة، خصوصا بأن يعني الشرعية لديها وزير خارجية يتواصل مع الأمم المتحدة في الكثير من المواقف والملفات، ومؤخرا أيضا الرئيس هادي خاطب الأمم المتحدة، يعني هل بنظرك هناك أخطاء في تعامل الشرعية مع الأمم المتحدة؟ أعتقد أن يعني بكل أسف الوزير الحالي وزير الخارجية الحالي خالد اليماني غير قادر على القيام بدوره. هو لا أعرف أنا شخصيا، ولم مثلا أدرس مثلا عمل هذا الرجل خلال السنوات الماضية، لكن من خلال أدائه كوزير خارجية يبدو أنه ضعيف وغير قادر على أن يحدد طبيعة الأولويات التي يجب طرحها ومناقشتها والتفاوض بشأنها. وزير خارجية يعني ظللنا شهورا منذ تعيينه ونحن ننتظر منه في تصريحاته أن يؤكد على مرجعية الثلاث التي يقوم عليها الحل في اليمن، وللأسف كان يتحدث عن أسرى وعن جثث وعن مسائل تفاصيل جانبية. وزير خارجية يعني بكل أسف ليس لديها الطاقة والقدرة والكفاءة اللازمة لأن يتواصل وأن يضغط وأن يحشد الجهد الدبلوماسي كله باتجاه يعني مصلحة السلطة الشرعية. وأعتقد أن الخطأ يعني المسؤولية ليست على وزير الخارجية بالتحديد، وإنما على الرئيس عبد الرحمن منصور هادي الذي جاء بوزير خارجية بناء على فكرة الاستحقاق. ما لا أدري أنا يعني لا أريد أن نفصح في هذا المسألة، لكن هما لديه تفكير الرئيس هادي أن هناك استحقاقات معينة يتم توزيعها، وأن هذا قصته وهذه سلطته وهذه إدارته وهو يتصرف كيفما يشاء. الرئيس هادي إلى اليوم كما قلت لك لم يقود المعركة على الميدان، لم يحقق إنجازا على الأرض، لم يعيد تثبيت وجود مؤسسة الدولة والحكومة الشرعية، لم يستطع التواصل مع الأطراف الدولية بشكل جيد، لم يقم بزيارات مثلا للأطراف الخارجية وقد الدول الكبرى منذ بداية الحرب. الرئيس هذه كل يوم يفقد بريقه ويفقد وجهه ولا يدري للأسف بهذا الشيء. نعم وضحت الصورة. أشكرك سيد أحمد لضيق الوقت. سيد أحمد شوقي صحفي يمني كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك. وأعود للدكتور محمد جميح من لندن، عاد إلينا مجددا. دكتور، يعني في ظل العلاقة بين الشرعية والمبعوث الأممي، ما هو مستقبل مشروع السلام في اليمن؟ أخي العزيز، يعني الأمور واضحة، يعني هناك حرب وهناك أسباب لهذه الحرب، هناك نتائج وهناك أسباب. الانقلاب هو سبب الحرب، يعني حسبة رياضية بسيطة، الانقلاب سبب الحرب. لكي نتخلص من الحرب لابد أن نتخلص من أسباب هذه الحرب أو الانقلاب. نعم. هذا هو الجوهر الذي ينبغي أن يبنى عليه أي حل. ما عدا ذلك أنا أعتقد أنه مجرد مضيعة للوقت وتأجيز لمشاريع حروب قادمة تكون على أسس مناطقية وتشغيلية وجهوية وطائفية وقبلية وحزبية وسياسية. الآن الأمور واضحة، يعني معركة الحديدة أوقفت بفعل قرار دولي كانت من ضمن مجموعة من العوامل التي أسهمت في هذا القرار، أن الحكومة اليمنية لم تكن على مستوى استعادة المدينة، وأن الخلافات الداخلية التي تعصف في الشرعية اليمنية، وأيضا عدم وجود حامل وطني يعد ممثل لطموحات اليمنيين في هذه المرحلة، كل ذلك أدى إلى هذه التراكمات التي أدت المجتمع الدولي إلى أن يراجع حساباته مع الشرعية. نحن نقول لم يفت الوقت بعد، ولا يزال لدى الشرعية الكثير من الفروض التي يمكن أن تلعبها، لا يزال لديها الفرصة لتصعد دبلوماسيتها، لا يزال لديها الفرصة لتصعد جهازها الإعلامي، لا يزال لديها الفرصة لتصعد جهازها السياسي، تعيد الإعمار، تضبط الأمن في المناطق المحررة. لا يمكن أن يتم ذلك طبعا لأن ملفات شائكة، لا يمكن أن يتم ذلك مع سلام تشاور مع التحالف العربي وقطبي الرئيسيين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. الأمور ميسرة إذا ما تم هناك نوع من التفاعل الجاد والحوار الجاد. ما لم تعني الوقت يمضي والشرعية تتشطى من داخلها، والأمم المتحدة تريد أن تفرض أجندة معينة للسلام بغض النظر عن الأسباب والنتائج، وتتجاوز مسألة أن الذي أتى بالحرب هم الانقلابيون الذين طردوا الشرعية من صنعاء،
وتفسير الامور بهذا الشكل. واخشى ما اخشى ان نستمر في حروب صغيره لا متناهيه داخل البلاد، ويكون من مهمه الامم المتحده تامين السواحل اليمنيه والمدن الرئيسيه في على هذه السواحل من اجل دخول وخروج البضائع. وبالتالي فليمت الحوثيون قتلا داخل البر اليمني ما دام ان السواحل مؤمنه والمياه الدوليه مؤمنه والسفن التجاريه التي تعبر عبر البحر الاحمر وبحر عدن مؤمنه. لا ضير في ان يتقاتل اليمنيون، لا ينبغي ان تسمح القياده السياسيه اليمنيه بالوصول الى هذه النقطه. يجب ان تضع القياده السياسيه في اليمن ان موضوع السلام كل لا يتجزا، وانه لا يمكن اكتفاء موضوع الحديده دون النظر الى بقيه المدن الاخرى التي لا زالت تحت سيطره الحوثيين. السلام كل لا يتجزا، وانا اعتقد انه من اكبر اخطاء المبعوث الدولي مارتن جريفيث انه جزا عمليه السلام بدلا من ان تكون عمليه واحده، وانه نظر اليها على اساس انها ينظر اليها من زاويتها ومن بعدها الانساني، واختصر المشكل السياسي والمشكل الامني والمشكل الانقلابي في بعده الانساني، وهذا خطا فادح وكبير. وجاء الخطا والخطيئه الكبرى التي تمثلت في كذبه الواضح على مجلس الامن الدولي واعضائه عندما كذب وشهد زورا بان الحوثيين قد انسحبوا من ميناء الحديده في الوقت الذي كما قلت لك في البدايه ذهب محافظ الحديده المعين من قبل الميليشيات لزياره خفر السواحل في مينائي الحديده او في مينائي راس عيسى والصليف، واستقبله خفر السواحل ذلك بالصرخه الحوثيه، بما يشير بشكل قاطع الى ان الحوثيين لم ينسحبوا وان خفر السواحل وعناصر هذا الخفر الذين سلم الحوثيون لهم هذين المينائين انما هم عناصر الميليشيات من زين رسمي. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لندن، وبهذا القدر نكتفي ووصلنا إلى ختام الحلقة. أشكر أيضا ضيفية كانت معنا الباحثة السياسية والكاتبة السيدة ميساء شجاع الدين كانت معنا من المنامة، والشكر أيضا للصحفي أحمد شوقي كان معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.